تعالوا بقى نروح ونقول كلنا يا رب، كلنا نقول بقى كلنا يا رب بقى، يا رب بقى، يا رب يا رب بقى، عشان الكابتن مجدي عبد الغني بطل يذلنا يا رب، يا رب عشان يا رب يا رب يا رب يا رب مصر توصل كاس العالم واي حد يجيب جون تاني، علشان الكابتن مجدي عبد الغني بطل يذلنا يا رب. انا تعبت، انا كمواطن تعبت، انا مواليد تمانينات وتعبت. بكره مصر هتلعب غانا، ماتش صعب ومهم، لكن في جدل كبير جدا، في جدل كبير جدا. اول ازمه في الجدل اللي داير حوالين الماتش هو ازمه البث، اذاعه المباراه. خلينا نفهم ايه ازمه البث واذاعه المباراه من الناقد الرياضي الاستاذ طارق رمضان، نفهم منه اكتر ايه المشكله وتاثير المشكله دي على اللي هيحصل بكره ايه، وهل ممكن ندخل في دوامه عقوبات او خناقات مع الكاف او مع المحطات اللي شاريه حق البث، ايه اللي حاصل بالظبط في هذا الملف؟ هنعرف من الاستاذ طارق رمضان الناقد الرياضي. مساء الخير يا استاذ طارق. مساء الخير يا استاذ محمد، ازي حضرتك وازي مشاهدينك؟ الحمد لله بخير. مين هي ايه حكايه ازمه البث دي؟ يعني ايه حكايه الازمه اللي حصلت؟ كنا مستقرين والدنيا ماشيه كويس، فجاه بقى في ازمه، مين هيطلع ومين هيطلع ومين مش هيطلع بالماتش؟ هو خلاص اتحسمت، يعني اتحسمت طبعا ان اون سبورت هي الشاريه الفضائي، والتلفزيون المصري هيذيع ارضي، ومفيش اي اعتداء على هذه الحقوق، لان اتحاد الكوره طبعا ارسل الى التلفزيون طبقا للاتفاقيات ان ما حدش هياخد شارة البث الا بموافقه رسميه من المدير التنفيذي للاتحاد الكره المصري، ده طبقا للاتفاقيات. واون سبورت واخده الشاره باعتبارها الناقل الحصري الفضائي لهذه المباراه. يعني الموضوع بقى عند الاتحاد الكره دلوقتي خلاص. يعني وتم حسم، هي المسألة اتحسمت، لكن هو النزاع الأكثر هو من يقوم بتصوير وإخراج المباراة. ده النزاع الأكثر إثارة وأكثر قوة، لأن من المفترض حتى مع الاتفاقيات بين بي إن سبورت وما بين التلفزيون المصري أن المباريات التي تملكها منتخب مصر مثلا أو يملكها فريق في البطولات الأفريقية المنقولة على بي إن، التلفزيون المصري هو اللي بيقوم بالإخراج والتصوير، وبي إن بتاخد لينك عادي زيها زي أي قناة. لكن هذه المباراة مختلفة، إن التلفزيون المصري لحد الساعة حوالي 7 ما بعتش طاقم التصوير بتاعه، المخرج منتظر هو الأستاذ محمد نصر، منتظر قرار إن هو يسافر أو ما يسافرش، لكن في طبعا طاقم برتغالي مكون من إخوان و18 مصور، دول تواجدوا في برج العرب من الساعة حوالي 2:30 بعد منتصف الليل امبارح، وهم اللي هيقوموا بالتصوير والإخراج، والتلفزيون المصري تقريبا كده انسحب من هذه المهمة. تمام. أنا نفسي حاجة مرة تحصل بسهولة يا أستاذ طارق الحقيقة، لكن الحقيقة واضح إن إحنا ما عندناش أي معايير لأي حاجة، فلازم نختلف على كل خطوة. بشكرك جدا أستاذ طارق رمضان الناقد الرياضي. خلينا نروح بقى نشوف معسكر المنتخب من جوه عامل إزاي، وضع اللعيبة وحالتهم المعنوية عاملة إزاي، لأن إحنا قدام مباراة مهمة جدا ومصيرية جدا في مشوارنا في تصفيات كأس العالم، اللي بتمنى يا رب، بتمنى يا رب المرة دي بقى، المرة دي تحصل وتظبط. خلينا نروح للزميل والناقد الرياضي الأستاذ أحمد عويس. مساء الخير يا أستاذ أحمد. مساء الخير يا استاذ محمد، سعيد ان انا معاك في برنامجك الجميل اسر الكلام. ربنا يخليك، طمني بقى، طمنا. طب خلينا نقول انه في، عارف انت الفأل الحسن يا محمد، انه نيجيريا اللي احنا طلعناها من تصفيات كاس الامم الافريقيه بتتصدر مجموعتها بنفس الطريقه اللي احنا ان شاء الله هنبقى بيها بكره. لو ربنا كرمنا وكسبنا غانا. نيجيريا بتتكلم على ماتش الجزائر يعني ولا ايه؟ بالظبط، نيجيريا كسبت الجزائر المرشح الاول 3-1، وبقت 6 نقط، كسبت زامبيا في زامبيا وكسبت النهارده وبقت 6 نقط، فاحنا ان شاء الله بكره لو كسبنا هنبقى احنا ونيجيريا بنفس الطريقه. في سؤال حسن من الاول كده، يعني غانا المستوى الاول عندنا والجزائر المستوى الاول في المجموعه الثانيه، كل واحده فيهم بنقطه، وان شاء الله هتفضل غانا نقطه زي ما الجزائر فضلت نقطه. انا بموت فيكم يا بتوع الرياضه، انتوا في موضوع التفاؤل والتشاؤم ده والله العظيم بموت فيكم. ده بقول لي بقى جوه المعسكر عامل ازاي، الدنيا عامله ازاي؟ الحقيقه انه المعسكر اللعيبه بقى عندنا مجموعه محمد دلوقتي اللي هي زي ما بتشوفهم في افريقيا، لما بتشوفهم اللعيبه محترفين افريقيا وحاطط الوكمان والسماعات والناس بتسمع مزيكا وبتتحرك وبروح وبيجي، عندهم ثبات انفعالي، لعيبه كلها محترفين في انديه كبيره، عندنا تقريبا 6 في التشكيل الاساسي كلهم محترفين. فخلاص فكره انه بقى اللعيبه والضغط المعنوي خلاص ما بقاش موجود، لان الكوره لا، محمد صلاح كل يوم في ضغط، محمد نني كل يوم في ضغط، عمر جابر كل يوم في ضغط، فخلاص بقوا واخدين على الاجواء دي. خلينا نقول انه من 26 سنه ما بقيناش قريبين قوي من التاهل زي كده. احنا ان شاء الله مباراه بكره هتخلينا نقطع 80% من مشوار التاهل لمونديال روسيا.
ان شاء الله. ففي حاله من التفاؤل بين اللعيبه. الفريق النهارده اتمرن الساعه 4 ده المنتخب الغاني كان بيأدي تمرينه الاساسي الساعه 6 على نفس الارضيه ملعب استاد برج العرب. اعتقد ان الاستاد بكره هيبقى فيه 80,000 او اكتر، التذاكر كلها نفذت مع طبعا دخول بعض الضيوف، فهيبقى الاستاد ان شاء الله مكتمل عن اخره. بس نتمنى حاجه مهمه جدا يا محمد، طول الوقت بنحاول نطلبها من الجمهور المصري، جمهور مصري، لانه الامن وبتاع، فالجمهور بيروح بدري جدا، فبيبدا يشجع من بدري من قبل المباراه في 3 4 ساعات، فالمباراه تبدا فتلاقي الجمهور سكت، ده مش وقت الماتش يعني. خلاص بيسكت. اول ماتش يبدا خلاص يبدا يتفرج كانه اتفرج على التلفزيون. بس ما اعتقدش بكره هيحصل كده، بكره ماتش مهم جدا والجماهير واعيه وعارفه ان اللعيبه محتاجاها. حضرتك عايز تتفرج على الماتش في التلفزيون اقعد في البيت، يعني حضرتك رايح الملعب، احنا عايزين 90 دقيقه تشجيع من نار، نشجع فريقنا نقف جنبه. طيب في الساعات الاخيره قبل الماتش يا احمد، ايه ابرز الحاجات اللي انت رصدتها، سواء تعليمات، سواء في التشكيل، سواء في الكواليس اللي بتدور ما بين اللعيبه وبعضها؟ كوبر مختفي تماما، لا يظهر، ظهر شويه، كان بيتفرج على مباراه نيجيريا والجزائر وبعدين اختفى في اوضته. اللعيبه خلاص دخلوا اوضهم، ما فيش حد فيهم ظاهر خالص في الاوتيل. ملامح التشكيل الاساسي تقريبا بدات تظهر، هو المركز وحيد هو اللي قد يكون فيه تغيير، ولكن التشكيله الاساسيه اللي احنا حفظناها، ودي من اهم مميزات هيكتور كوبر من ساعه ما تولى المسؤوليه المدير الفني لمنتخب مصر، وهو التشكيل. انت عارف مين اللي هيلعب، اللعيبه نفسها عارفه التشكيله الاساسيه، كله جاهز. هي لو عايز تشكيل، اعتقد عصام الحضري في حراسه المرمى، عمر جابر، علي جبر، احمد حجازي، محمد عبد الشافي، طارق حامد، والنني، عبد الله السعيد على يمينه، صلاح، وعلى شماله تريزيجيه، راس حربه وحيد باسم مرسي. التغيير الوحيد الذي قد يطرا على تشكيله هيكتور كوبر هو تواجد محمد صلاح في مركز المهاجم الوهمي، وجود رمضان صبحي في التشكيل لو جاهز فنيا. اما غير كده فاعتقد دي التشكيله الاساسيه. طبعا هيبقى في ادوار لوليد سليمان، لمؤمن زكريا، لرمضان لو على الدكه، لباسم لو على الدكه، اوراق تقريبا يعني العظم جاهز. العظم اول العظم جاهز، انت لو بصيت للتشكيل هتلاقيه هو تقريبا. لا صحيح، انت في حد حواليك من البعثة يا احمد ولا انت مختلف؟ لا لان احنا قاعدين في نفس الاوتيل، بس احنا قاعدين في مكان وهم قاعدين في مكان، عشان بس فكره انه التواجد الاعلامي، يعني الكلام على التواجد الاعلامي يا محمد، انت اكيد سافرت مع بعثات. ايوه، ايه مشكله التواجد الاعلامي؟ مش فاهم. هل الصحفيين الرياضه مش مدركين حجم الاهميه، ولا الناس اللي في الجهاز الفني مش مدركين اهميه التعاون مع ايه؟ فين المشكله بالظبط؟ بالظبط، ما فيش مشكله. الازمه ان احنا واحنا مع الاهلي وبره، ما احنا نبقى قاعدين في نفس اوتيل الفريق، واحنا مع الزمالك بره، واحنا مع المنتخب بره مصر، هي تقريبا كاننا يعني احنا معسكر المنتخب في برج العرب كاننا بره مصر، يعني انا جاي من القاهره قاعد مع المنتخب هنا في معسكر. موضوع بسيط قوي، انما طبعا هي هيصه وزوبعه، وان شاء الله منتخبنا بره ننسى بقى كله، ننسى مشاكلنا وننسى خلافاتنا. يا رب. خلينا 48 ساعه كلنا هيكتور كوبر، كلنا منتخب مصر، لان الحقيقه فوز منتخب مصر يا محمد هينقل الشعب المصري نقله معنويه. بس طمني يا احمد، انت كنت حضرت الماتش بتاع مصر وغانا في غانا؟ كنت حضرته، بس خرجت بعد الجون الثالث من الملعب. طيب حاول ما تدخلش بكره. طيب لا بس حاجه ثانيه، انا حضرت حوالي 5 مباريات لمنتخب مصر برج العرب كلهم فوز. طيب لا خلاص ندخل بكره يا احمد ماتش. يلا انا بشكرك جدا وسلام على الناس اللي عندك كلهم، والتوفيق ان شاء الله. يعني ما احنا هنا لا نملك سوى الدعاء ان احنا ندعو للمنتخب المصري، ويا رب بقى نفك العقده دي ونوصل، طالما يعني زرجنت كده مع الجزائر، فان شاء الله ربنا هيكرمنا.